السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. فيديو جديد عن عربية جديدة من فئة العربيات الأوف رود، عربيات الدفع الرباعي، العربيات اللي فيها 3 محركات، العربيات اللي المهم ده شكل الكرتونة بتاع العربية. طبعا الكرتونة فاضية، العربية قوية جدا جدا. بيجي لنا معاها ريموت كنترول، تقدر منه تتحكم في جميع الاتجاهات، قدام ورا شمال يمين. من هنا بتشغل الريموت ومن هنا بتطفيه. الريموت بيشتغل بتردد 2.4 جيجا هرتز، بيدي لك مدى اتصال يوصل معاك ل 50 متر. بيجي لنا ايه كمان مع العربية؟ وصلة شاحن 7.4 فولت، بتشحن من اي راس شاحن. بطارية هنا داخلية، خلونا مع بعض نبص عليها. ده شكل البطارية، 7.4 فولت قابلة للشحن، تدي لك وقت تشغيل متواصل يوصل معاك ل 20 دقيقة. البادي بتاع العربية من بره قابل للإزالة، وده يخليها شوية شبه العربيات الاحترافية الغالية اللي محدش مننا هيشتريها، لا أنا ولا أنتو. من هنا تقدر تفك الأجزاء دي، وده بيكون شكل العربية من غير القطعة اللي بتركب من فوق. في عندك هنا سوست قابلة للضغط، السوست هنا والعجلات نقدر نقول بتحاكي الواقع شوية، حتى العجلات نفسها طرية والسوست زي ما احنا شايفين قابلة للضغط سواء ورا أو قدام. عندنا هنا 3 محركات، 2 محرك أمامي ومحرك خلفي. 2 قدامي، واحد منهم خاص بالدفع والتاني للحركة شمال ويمين، وعندك محرك خلفي عشان الحركة لقدام والورا. خلونا مع بعض نشغل العربية. من هنا بتقدر تتحكم في الحركة شمال ويمين، ومن هنا تتحكم في الحركة لقدام والورا. بصراحة شكلها كده أشيك، تحس كده إنها فيها جدية شوية، سريعة زي ما احنا شايفين. خلونا نعيد تركيبها من جديد، برضو تركيبها سهل. ونيجي مع بعض الفيديو التجربة على أرض الواقع. العربية زي ما احنا شايفين سريعة جدا، بتقدر تتحكم فيها في جميع الاتجاهات، قدام ورا شمال يمين. العربية تنفع معاك بره البيت أو جوه البيت، حتى لو هتطلع بيها في مكان فيه صحراء، في طوب، في رمل، العربية هتسد معاك، وده بفضل المحركات القوية، البطارية 7.4 فولت، وأهم حاجة إن العربية دفع رباعي، والتحكم فيها سلس، تنفع أكتر أوف رود، يعني بره البيت أو جوه البيت، في النادي، في أي مكان، العربية هتسد معاك، متوفرة من خلالنا للبيع. للحجز والاستفسار كلمونا واتساب على 012-068-65-814، وما تنسوش اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان توصلكم إشعارات بكل فيديوهاتنا الجاية. ده كان فيديو النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.